بغيت نوضح غير واحد النقطة. وليد شحال في عمرك؟ 18 عام. ما شاء الله عليك. شكرا. الله يحفظك. بغيت نوضح غير واحد النقطة على المسلسل. المسلسل في الطابع ديالو مسلسل درامي، ماشي تاريخي وماشي وثائقي. يعني بالطبع. يعني يقدروا يديروا اللي بغاو، حنا ما نقولوا لهم والو غير ما يعني ما يبدلوش بزاف ديال الوقائع يعني والأحداث. يعني السياق، يعني السياق الدرامي. برافو عليك، هذا على السؤال. هذا الموضوع. السياق الدرامي تيمكنك من تضيف اشياء. شحال الناس يقول لك وحطوا الان حطوا فاكهه الاناناس وهي كانت غير موجوده، لان فاكهه الاناناس تلقى 15 عاد اكتشفوها لما مشاو مستكشفين الى امريكا. ولكن هذا دراما، لا يقدر يكون خطا ودايز معاه دراما. دراما دائما الدراما ما تكونش كخو، دائما تضيف عليها. ثم السياق التاريخي اواليد. شحال الناس يقول لك فتح الاندلس ماشي فتح، هذاك استعمار وغزو وياه، ولكن في المنظور اليوم ماشي في المنظور ديال القرن السابع. في المنظور القرن السابع كانت اي بلاد ستاخذ اي بلاد، ما كانوش البلدان كيمعترف عليهم اليوم. اذا السياق التاريخي والدرامي خصنا نحترموه ونفكروا فيه قبل ما نتفق معك.